أهلا بكم. وقعت وزارتا الإدارة المحلية والاتصالات والتقانة مذكرتي تفاهم الأولى لتشغيل بوابة المجتمع المحلي على الإنترنت، صحيفة العقارية والمديرية العامة للمصالح العقارية. مذكرة التفاهم حول إدارة وتشغيل بوابة والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومذكرة أخرى تهدف إلى تطوير العقارية تنفيذ مبادرة حفظ اللاذقية وتوزيع مديرين إلى ضرورة متلاعبين بالأسعار. وأكد محافظ اللاذقية عبد القادر محمد خطة دقيقة والأحواض الخاصة وزيادة الإنتاج فيها. ودعا المحافظ خلال لقائه العاملين في فرع الهيئة العامة للثروة السمكية في جبلة شاملة والخطط المستقبلية للنهوض في بعض المزارع وهام الملقاة على القائمين فيه في مراقبة آليات الصيد وضبطها. عاد مجلس إدارة غرفة صناعة إلى مكتب الغرفة لاعتذار عماد غريواتي عن رئاسة مجلس إدارة الغرفة وأسباب قدم كتابا وخاصة أن هذا بعثة يومية وأنه لن يستطيع ذلك في ظل سفر العلاج باقه عام 2000 للشباب الطالب يؤمنه من وحي أسعار وأقساط سوري. تشكل ظاهرة السكن أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات التنمية، وطموح الشباب في إيجاد مسكن مستقل للتسجيل على مشروع السكن ينتظر ساعات طويلة علاوة على انتظارهم سنين للحصول على مسكن. عبير عن آرائهم يقترحوا بعض الحلول على المشكلات التي أهم شيء بالنسبة للمواطن السكن. مثلا مليون حقيقة نفضته كله، كبيت مليون ليرة، رجعت قمت البيت كله من أول وجديد. يعني إذا بقول لك البلاط موجة بحر، صدقي إنه موجة بحر بكل معنى الكلمة. بيسلموا البيوت عضم، بيسحبوا قروض، نفس الشيء رجعت، قيمة البيت مليون و100 ألف مثلا، قيمته مؤسسة الإسكان بمليون و100 أو بمليون أو بمليون و200، يخصموا 200 ألف ليرة، ما بدنا نقول لهم أكثر من هيك، 300 ألف ليرة قيمة الإكساء كامل. فبنسكنه بالوقت هذا بنستلمه، هذا تمييز سيء جدا، ناحية الإكساء من ناحية، فالموضوع يعني على سبيل مدة تقديرية بدك تستلمي بعد 6 شهور أو 8 أو سنة. أقل ممكن. أنا مستلم بيت من حوالي 4 سنين، لغاية هلأ ما كان يزبط تصليح البيت معي من إكساء، من إعادة صحية وكهرباء، من تنشاي إذا بدي حاكي. هلأ هن حاطين كان بده يكون أي شيء غلط كله، يكون الإكساء مو جاية، ولازم هن يكون أكيد ما بعرف أنا السعر اللي بيعطونا مدة، إنه نحن ما يبين عدم مؤاخذة، ما يبين معك إلا بعد مثلا شهر شهرين أو ثلاثة من الاستخدام، يكون هذا موجود بالعقد. لا هلأ الإكساء كلياتهم عم بيقولوا إكساء مؤسسة، يعني ما في واحد عم يسكن بهالبيت إلا ما يغير الإكساء كاملا. شو ما كان إكساء جيد إكساء سيء بشكل عام، هاي واحدة. اثنين، العقود مع المؤسسة، لما المواطن عم يوقع عقد مع المؤسسة في كلياتهم لما بيفتحوا باب الاكتتاب بيحددوا مدة للتسليم. طيب نحن 10 سنين بنستنى 10 سنين، بس أحيانا بتمد 12 و14، في ناس وعلى أساس تسجيلها واكتتابها بضاحية قصية بتروح على الديماس بتتفاجأ إنه المواطن له حق التعبير عما يواجه من مشكلات ولجهات الإجابة، فبعض المواطن لتقديم حلول ومقترحات قد تكون كسريع الحالية بعد فشل التجارب. حلول ومقترحات عدة قدمها المواطنون للإسراع في تسليم المساكن الشبابية، لعل هذه الحلول والمقترحات إن نفذت تكون خطوة في إعادة بناء جسر الثقة بين وزارة الإسكان والمواطن. طهران الكامل لتصدير الكهرباء إلى سوريا ولصادرات الكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ إيران تصدير 50 ميجاوات الأسبوع المقبل، على أن ينيل المصدر إلى هذين البلدين إلى 200 ميجاوات حسب ما اتفق عليه وزراء الطاقة والكهرباء للدول الثلاث والعراق خلال اجتماعهم في طهران. اندلعت مشاجرات عنيفة في فرانكفورت عاصمة ألمانيا المالية الأمن الألماني الأوروبية للتعامل مع حكومات دول الاتحاد سلبا على أنحاء أوروبا. ختام أخبار الاقتصاد وعودة إلى سالم. شكرا لك.